شرط دايم تشري حكم الهوى وتفرقوا الحلوين حكم الهوى وشرط دايم تشري خفت. أنا كمان خايفة
خلينا نفوت ونشوف شو راح يصير. مرحبا. يا اهلا وسهلا. نحن جايين عند السيد طلال الطرابلسي، هو موجود؟ وصلتوا، اهلا وسهلا فيكم، مين حضرتكم؟ نحن قرايبينه وجايين من الشام، عاملين له اياها مفاجأة. طب ثواني بس لاعطي خبر الخواجة وبرجع لكم. اهلا وسهلا، تفضل. عرفت من هاي البنت؟ مرسى؟ بابا؟ حبيبة قلبي. حبيباتي تعالوا، بعرفكم على زوجتي لما ماسة بنتي. تشرفنا. ملاك أم لماسة. تشرفنا. هذه حبيبة قلبي الصغيرة تاج، عمرها 7 سنين. الله يخلي لك يا فادي، عمرها 10 سنين. حبيبتي سلموا على ماسة. مين ماسة؟ ماسة أختك حبيبتي. أختي؟ إيه حبيبتي أختي. قربي سلمي عليها. عرف فادي سلم على اختك كمان. اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا تفضلوا. هاي قاعدة حبيبتي. استمتعي انا حبيبتي انتو. امبيكا ايه شو بتحبوا تشربوا؟ معلش لا تعذبوا حالكم. لا هو لا وي بتاخذوا قهوة؟ ايه اعملي لنا قهوة اذا بتريدي. هذا المستر. آسفين إذا سببنا لكم أي إزعاج، بس ما سحب تشوف أبوها، اشتقت له كتير. لما بليز خذي الولاد واطلعوا شوي لفوق، بدي أقعد شوي أنا والست ملاك ومع زعل انفراد وبرجع بنادي لكم. حاضر. بالإذن ماما. يلا قوم عوضكم.
السريع لفوق. حبيبتي وين صرت بالدراسة؟ أنا السنة بتخرج هندسة عمارة. ما شاء الله ما شاء الله. بابا ليش ما سألت عني؟ لو تعرف شو صار فينا أنا وماما من بعد ما تركتنا. حبيبتي أنا ما كنت قادر روح عشان أنا كتير مقهور من خواليك، مقهور كمان حتى من أمك. طيب طالما بتعرفهم ظالمين كل هالقد، كيف طاوعك قلبك تتركنا معهم؟ ما فكرت انه هنين رح يظلمونا؟ لا حبيبتي انا فكرت انه رح يكافئوا امك بعد كل يلي قدمت لهم اياه وعملته معهم. ايه مزبوط كافئوها، بدليل انه نحن عندك هلا مع انك ما سألت عنا. تفضل. يسلم عليك. تفضل يا حبيبتي. نسيان بكم. تكرم ماستر. ماذا حبيبتي؟ أنا كتير بعتذر. بعتذر كتير منك. مش مصدق إني شايفك قدامي صبية حلوة مثل القمر. شكلك ما طولت بعد ما اتطلقنا، تجوزت بسرعة ما هيك؟ تزوجت أنا ولما بعد سنتين. مبروك. ميرسي الله يبارك فيك. وانتي كمان. أنا ما توقعت إنك تكوني بعدك بلا زواج. أنا افتكرت إنه إخواتك ممكن يكونوا زوجوكي من زمان. إخواتي ونسوانهم كانوا بحاجة لخدامة، وفروا معاشة وخلوني خدامة محل ببلاش. انتي السبب يا ملاك، يا ما نبهتك مليون مرة. قلت لك هدول اخواتك بدهم يجن عليك، بيزروني على مهرك. لك صاروا يتخانقوا بين بعض مين بده يقبض السعر الاعلى وشو بدهم يعملوا فيه، وقدامي بدون ما يستحوا مني. وليكي حضرتك من بعد ما تزوجنا ضليتك تساعديهم وضليتك تبعتي لهم. اشتروا بيوت على حسابك واشتروا سيارات، والنتيجة شو؟ النتيجة انك انت صرتي خدامة، خدامة ببلاش عند اخواتك. تمسحي وسخهم، وسخ نسوانهم ووسخ ولادهم. انا هيك كان قدري. نحن مو جايين نفتح دفاتر قديمة. بابا انا بدي اطلب منك مساعدة. حبيبتي انت ما بتطلبي، انت بتأمري. قولي شو اللي بدك اياه وانا حاضر. أنا بدي أعيش أنا وأمي هون معكم ببيروت. بدي تشتري لنا بيت وتفتح لي مكتب هندسة. بدي بعد عن بيت جدي، وبدي أهرب من المشاكل، وما بدي سبب لك مشاكل مع مرتك وولادك، لا أنا ولا أمي. مسا حبيبتي أنا ما مصدق أنك رجعتي لي، وهتصدق أني أنا بيوم من الأيام نسيتك. أنت ما كنت تغيبي عن بالي ولا يوم ولا تكي ولا دقيقة، دايما كنت فكر فيكي. بس ما كنت طالع بإيدي أعمل شيء. من جهة مرتي ومن جهة أخواليك وطلاقي من أمك حتى ما علي إني أنا أتنازل عن حضانتك، حتى ما أحرمك منها وما أحرمها منك. مشان هيك ما كنت قادر أكون قريب منك. يعني رح تعيشنا ببيروت وتخلصني من أخوالي ونسوانه؟ يا حبيبتي أكيد أكيد. بس بلكي مرتك ما وافقت. مرتي ما دخلها. داش داش فادي طع طعمو. شو طلال؟ مش صار لازم نقعد كلنا سوا مشان ولادك يتعرفوا على اختهم؟ تفضلوا طعم. طبعا
حتى إذا ما أمي جابتها. حبيبي ما سأختك، وأنا وطنط ملاك كنا متزوجين وطلقنا، وما سأرحت عشت مع أمي بالشام، وبعدين أنا رجعت زوجت أمكم وعشت أنا وياكم هون ببيروت. يعني أختي سورية؟ لا حبيبتي، أمها بس سورية بس بتحكي مثل أهل الشام. مزبوط، لأنه عايش مع أمها، بس بكرة لما تيجي تعيش معنا هون هتتعلم اللهجة اللبنانية وتصير تحكي مثلنا. وين هون يعني؟ هون ببيروت. ما فهمت، وين يعني ببيروت؟ هون معنا بالفيلا؟ حبيبتي أنا رح بخدلهم بيت هون ببيروت ويعيشوا فيه لحالهم. أها، وعلى حساب مين؟ أكيد على حسابي، على حساب أبوها. آه حلو، يعني هم ما إلك وهم جبنا لك. نحن بدنا نمشي. هاي عنوان الأوتيل. حبيبتي طولوا بالكم، يعني الدنيا قربت تتمسي، خليكم بتطلعوا عنا ونتعشى ونسهر سوا، بعدين أنا ببصلكم. لا نحن ما بنتعشى، أنا عم بعمل دايت. باي. مساء مساء حبيبتي، بكرة الصبح أنا بكون عندكم بالأوتيل، نتروق سوا وبنقضي النهار مع بعض، ماشي؟ ناطرينك. أوكي حبيبتي. شادي وصلهم محل ما بدهم. حاضر خواجه. دير بالك عليهم. حاضر. باي حبيبتي. مساء. علي شغل سيارة بالسوق. يلا يلا. أنا ما عندي أي استعداد إني أخرب حياتي من ورا مشاعرك المجانية. مجانية؟ لو ما بكفي صار لك 10 سنين ما عم تخليني أشوفها ولا أروح لعندها. إيه أكيد بدي أحافظ على بيتي وعلى جوزي وعلى أولادي. وأنا كمان بدي أحافظ على بيتي وعلى أولادي، وما سوى واحد منهم. قوم حبيبي قوم، قوم اطلعوا على غرفكم. ليه بدك إياهم يطلعوا؟ خليهم خليهم يعرفوا. رح يعرفوا كل شيء. يلا حبيبي اطلعوا. ليكي لما من اليوم ورايح بدك تتقبلي هيدا الشيء غصب عنك، وإذا ما عجبك ليكي شوفي هيدا الباب قد كبير، بدل جمل بفوت جملين. ليش حبيبي؟ ناوي تطلقني؟ مشان حضرة جنابة تجي وتاخد محلي؟ ومين هاي؟ طليقتك ست ملاك. طليقتي؟ أنت قلتيها بعضة لسانك طليقتي، يعني ما عادت مرتي، ما عادت مرتي حتى تجي تسكن معنا بالبيت او تاخذ محلك. لولو ها اسهل شغله، ما في اسهل من انك تحمل حالك وتروح على المحكمه وترد على خانتك. لك يا بنت الحلال، يا بنت الحلال انت يا ربي، حرام عليكي بهيدا الحكي، انا ما بهمني غير ماسا. وانا ما بهمني غير ولادي. مش على زوجك. ليك طلع، ما بنصحك تفوت بحرب لانه وحياتك بحرق الاخضر واليابس وبترمي السمك وراسك وراسهم، عم تفهم؟ مجنونة؟ ايه مجنونة، مجنونة وبجنرتها لما حدا بده يجي يخرب لي حياتي. لما ما حدا رح يخرب حياته غيرك انت، انت رح تخربيها بايدك وبتصرفاتك، وإذا رح تضلك هيك أنا رح بعمل شيء ما رح يعجبك، عم تفهمي؟ بسيطة بسيطة يا طلال. يا ويلي
مجنونة فعلا مجنونة. يا الله. يبدو الحزن ما رح يفارق، المشاكل عم تلحقنا ملاحقة. والله ما عاد عرفت الناس غلط ولا نحن اللي غلط. أنا اللي غلط، أنا الحق علي، أنا غلطانة وعم بدفع الثمن وعم دفع اللي حوالي كمان. لا أمي لا تحكي هيك، أنت مانك غلط، إخوالي هن الغلط. ما بعرف، يمكن. لا أكيد أمي. لا المهم شو رح نساوي إذا المدام ما سمحت له ياخذ لي بيت؟ بده يشتري لك بيت، هذا حقك الشرعي وبدك تطالبي فيه. أمي خلينا ننام هلا وننطر بكرة بس يجي بيخبرنا شو قرر. نامي ماما، تصبحي على خير. أمي أنت ما حبيتي لبابا؟ لا. طيب لكن ليش تزوجتي؟ أخوالك جوزوني، كانوا يشتغلوا عنده ببيروت، نزل عالشام زارنا بالبيت، شافني عجبته، لقوا فرصة أخوالك إنه يتاجروا فيني، جبروني يتجوزوا. طيب أنت بحياتك ما حبيتي حدا؟ بلا، في شاب كان معي بالجامعة كنت حبه، بس اخوالك ما رضوا يجوزوني اياه لانه كان فقير. الله يسامحه. النور. شو طلب؟ مش ناوي تجي تشرب معي فنجان قهوة؟ إذا قهوتك فيها هي اللي بشربها، بس إذا فيها شوية بهارات نكد فأكيد لا. شكلك رايح عند الست ملك وبنتها، مشان هيك مش عبالك تعكر مزاجك فيني، ما هيك؟ فكري مثل ما بدك. باي. طلال، طلال، طلال. أنا بفرجيك يا طلال، أنا بفرجيك. أنا اليوم ناوي أقضي النهار بطوله معكم لحد الساعة 12 بالليل. عن جد بابا؟ إيه حبيبتي عن جد. أنا عذروني، فيك تاخد ماسة وتروحوا سوا، أنا بفضل يبقى هون. ليه بدك تعتذري؟ شو السبب؟ بصراحة ما بدي يكون سبب لخلق مشاكل بينك وبين مرتك. انسي المشاكل وانسي الدنيا كلها سوا، إن شاء الله ما بيصير في مشاكل. أنا قررت أني أكفر عن ذنبي اتجاهكم وعودكم عن كل شيء. بدا كيف بابا؟ يعني أنا اليوم رح بعطيكم مفتاح الشقة ببيروت،
رح سجلها باسمك واسم ابنك. انا ما عم بتفضل عليكم شيء، هيدا من حقكم. ورح اشتري لك مكتب اول ما تتخرجي، وغير هيك رح بشتري لك سياره. عن جد بابا؟ ايه حبيبتي عن جد. طيب بابا، بس مرتك واولادك ما بيعملوا لنا مشاكل؟ حبيبتي انتوا بحالكم وهني بحالهم. عن جد انت احسن اب بالدنيا. حبيب قلبي انت. يلا قوموا خلينا نمشي. بدي اخذكم فضتكم باحلى مطعم بالكويت، بدي اغديكم كمان وضل معكم طول النهار، بعدين رح اروح عند المحامي اعمل لها اوراق البيت، ومن بكره بتنقل اوراقكم على البيت، بس لبين ما اكون بعد حالي. يلا خلينا نمشي. يلا الو بونجور. شو ما اجى الاستاذ طلال بعد على المكتب؟ ماشي ميرسي. حبيبتي طولوا بالكم، يعني الدنيا قربت تتمسي، خليكم بتطلعوا عنا بنتعشى وبنسهر سوا، بعدين انا بوصلكم. الو بونجور، بليز بتحولينا على غرفة الست ملك وبنتها ماسا؟ نزلوا لعندكم امبارح بالاوتيل. ظهروا؟ طب صار لهم زمان ظاهرين؟ ميرسي. يا طلال بدك ترجع تحزن.
لنا بهالمشوار بس كثير كان. أمي أنا أول يوم بحياتي بنبسط من نص قلبي. عن جد حبيبتي انبسطتي؟ إيه كثير انبسطت. لك طلع بابا لطيف وحباب ودمه خفيف وحنون كمان. يعني سامحتي بهالسرعة؟ إيه أمي أنا قررت سامحه بلحظة. سامحته مشان شيل الكره اللي برمجوني عليه بيت جدي. معقولين؟ هدول بيكرهوا كل شيء، الشيء الوحيد اللي بيحبوه بهالدنيا هو المصاري. معك حق. ما اشتقتي لأيام؟ الشيء الوحيد اللي كاسرني هو أيام. بس مساعدتك ومساعدة بابا أنا متأكدة إني رح أنسى. بتعرفي شو؟ شو؟ بكل تفصيل من تفاصيل هذا اليوم كنت عم تخيله معنا، عم ياكل معنا وعم يركض معنا وعم بشوف الشقة تبعنا. تخيلته عايش معي فيها. ليش لحتى تتخيلي؟ شو بيمنع يجي يعيش معك هون بالواقع؟ لا أمي لا. ليش؟ لأنه أنا ما عاد بدي إياه، لأنه هو أكيد رح يجيب أمه وأبوه ونرجع للمشاكل، وأنا ما عاد بدي مشاكل. غريب، اللي بيحب ما بيقسى قلبه لهالدرجة. أمي لا تزعلي مني، بس اللي بيعيش مع أهلك بيصير حيط، بيتحول قلبه لحجر صوان. تعرفي ما كنت متخيلة إنه أرجع اليوم نام بالأوتيل. يلا بسيطة، كلهم كم ساعة ومثل ما قال أبوك بكرة بتعدي ببيتك إن شاء الله يا رب. أمي أنا عايمة غير ثيابي بدي نام، ما تنعس. والله وأنا تعبانة لسه أكثر منك. رجعني هلا على البيت بعد بكير، لك كيف بدي اتحمل اعيش فيه بلا مأساة؟ يا ترى شو صار معك ببيروت؟ شفتي ابوكي مبسوطة؟ ما اشتقتي لي؟ هيك بهون عليكي؟ معقولة ما بتتصلي معي من الوقت اللي سافرتي؟ يا رب يا رب تردي لي مأساة ولا تحرمني منها. الحمد لله على السلامة طلال. بكير حياتي. ولا عدلك بعد شي كم ساعة؟ تمام. أولا صباح الخير. صباح النور. صار لي 10 سنين معك، بشهورهم بأيامهم بلياليهم بساعاتهم. استكترت علي كم ساعة أقعدهم مع بنتي
اللي صار لي 12 سنة ما شفتها؟ لا حياتي، بالعكس أنا كتير مبسوطة وكتير سعيدة بظهرتك مع مرتك. اللي عم تقول هيك؟ لا ما ملاك، انسيها انسيها، شليها من راسك. أنا كنت مع بنتي ماسا، ما كنت مع ملاك. بعرف بوعدك، بوعدك رح أنساها، رح أنساها ورح أنسى كل شي بخصك. منيح هيك؟ المهم تكون أنت مبسوط. تصبح على خير. بعد السيارة شي نص ساعة، ما تقولي غير اجا. يلا انا جاهزة. صرت مين؟ يمكن الروم سيرفيس. انا مفتاح. صباح الخير. صباح النور. في فوت؟ ايه تفضلي. مرحبا. أهلي. مش رح ياخد من وقتكم كتير، جاي لكم كلمتين ورد غطا هون. ايه أهلي تفضلي. مرسي. أنا بحبه لطلال، وصار لي 10 سنين أنا وياه مبسوطين وعايشين رواق وما في ولا مشاكل. وأكيد ما جيتكن على حياتنا رح تعملي كتير مشاكل أنا بغنى عنها. فإذا أنتو جايين كرمال مصاري أو طمعانين بشي، أنا مستعدة هلأ أعملكن شيك مليون دولار تاخدوه وترجعوا على الشام تعيشوا هونيك وتطلعوا من حياتنا وما تخلوني شوف صورة وشكن. هو بصراحة كتير الأوفر كتير منيح ومقنع، يعني مليون دولار كتير منيح عالصورة. بس اللي مخبرك انه نحن شحادين ونصابين بكون كتير غلطة. سوري بس شو اللي ذكركن فينا ورجعكن على حياتنا بعد كل هالسنين؟ حبيبتي انا اسمي ماسا طلال طرابلسي، يعني زوجك حبيبك بيكون ابي اللي خلفني، وانا إلي حق فيه، مو بس بالمصاري، بحنانه وبعطفه وبمسؤوليته. مشان هيك مصاريك رديهن على جوعتك. وإذا كنت كتير خايفة على حبيبك وزوجك من أمي، وأنا بعرف إنه معك حق يعني، بس لا تخافي، لأنه أمي أصلاً ما بتحب وتزوجته غصب عنه. أما أنا فرح ضل عايشة معه، لا مصاريكي ولا أي شيء بالدنيا ممكن يبعدني عنه. بفهم منك إنه هذا آخر كلام عندك؟ إيه هذا آخر كلام عندي. وسوري إنه ما ضيفناكي شيء، بس لأنه كتير مستعجلين، لأنه جاي البابي مشان ياخدنا على البيت اللي سجل لي إياه باسمي. وبتمنى إنه ما تزورينا مرة تانية، لأنه أنا ومامي ما كتير منحب العلاقات الاجتماعية. بس ما حبيتها منك. وأنا هديك ما حبيتها منك. مرسي يا مزوقة. أهلا وسهلا. ليش هيك عملتي؟ شبكي امي؟ هدول نسخة عن بيت جدي بس الوش التاني.
ميرسي يا حبيبتي مساء. إليك يا حبيبتي، شادي وعلاء رح يروحوا معكم على الشام. ما بتتحركوا ولا فشخة بدون. أنا حجزت لكم هنيك بالأوتيل لمدة شهرين. فول بورد، يعني مع أكل مع شرب مع كل شيء إلكن وللشباب، وما بتتحركي ولا فشخة بدون. ونهار الخميس بتجي أنت وأمك على بيروت، بنقضي هيك كم يوم مع بعض حلوين، وبترجعوا نهار السبت، وهيك لبينما تكوني خلصت الفحص. رح أشتاق لك كتير بابا. وأنا كمان حبيبتي كتير رح أشتاق لك. على كل حال كلهم شهرين وبيمضوا، أنتوا اعتبروا حالكم ضيوف بالشام. مجرد ما تخلصي فحص وترجعوا لهون على بيروت بتستقروا ببيتكم. بس في شيء كتير مهم، ما بدي مشاكل مع بيت جديك، اوعى تخليهم يعرفوا اي شيء عنك. حاضر بابا. ايمتى ايمتى جيتي؟ مين هدول؟ شو صار معهم؟ بعدك رجعت. هدول حطهم بابا مشان يحموني. يحموكي؟ يحموكي من شو؟ من اي حدا بيحاول يأذيني. اه خلينا نقعد بمكاننا وبحكي لك كل شيء. شادي عمرك صدنا، خليكن قراب مني، انا ما بطول. عمرك صدنا كثير غريب الخدامة تصير سير. لا بالبقلك، بس الغريب انه الحبيبة في حبيبها كرمال تصير ست وعندها خدم وحشم. خلينا نمشي. هذا اللي صار معي. أنا؟ أنت بتضل ابن خالي. بس؟ للأسف بس. يعني ما بقى بتحبيني؟ بالعكس، أنا بحبك كتير. بس أنا بدي أعيش. بدي أطلع أمي من حياة القهر اللي عاشت فيها. بدي أعيش مع أبي اللي انحرمت منه عمر كامل. سبب أبوك وعمك. أيهم أنا بهالأسبوع عشت بسعادة، دقت طعمة السعادة اللي بعمري ماني ضايقتها من قبل. بس أنا بعرف إن الحب بيعيش الإنسان بسعادة، فكيف ما دقتي السعادة وإنتي معي؟ ما دقتها لأني كنت خاف. كنت دائما أشوف حدا متخبي ورا الباب وبدو يسرق مني، مشان هيك كنت خبيها حتى عن حالي. أنا وعدتك إنه أعيشك فيها وغمرك فيها. هالشي صعب كتير، خصوصاً بعد ما طلع أمجد بيحبني. يمكن صعب أكتر لأنه إحنا عايشين بعيلة ما بتعرف السعادة، ما بيعرفوا غير النكد. يمكن هن بيخافوا من السعادة لأنه عاشوا بفقر وانحرموا منها. هلأ شو؟ أنا اخترت طريقي ورح كمل فيه. رح تقدري تحبي حدا غيري؟ هلا لا، بس الوقت كفيل. مثل ما بيقولوا أيهم إنه البعد جفا، وأنا بظن إنه بعدنا عن بعض رح يكون أنسب إلنا نحن الاثنين. صعب، كثير صعب يا معسى كتير. بعرف. ما تفكر إنه لحالك عم تتعذب. أنا سبق قلت لك إني عم تعذب أكثر منك. بس هاد هو الحل المناسب إلنا نحن الاثنين. يا خسارة. يا خسارة يا مأساة الأيام الحلوة. يا خسارة جد. أنا آسفة. مأساة. 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 سوا ربينا، سوا مشينا، سوا قضينا ليالينا. معقول الفراق